السلام عليكم حبوباتي، نتمنى انكم تكونوا بخير يا احلى متابعين يا احلى عيله. فيديو جديد ونهار جديد دائما مع وصفات حلويات العيد، حلوه تاع العيد. دائما بقاو مع حلويات العيد لانه العيد قرب. نديروا وصفات غير السهلين والخفاف ويكونوا اقتصاديين. يوم جيتكم بحلوه رافاييلو اقتصاديه وسهله وبدون فران. انا هنايا عندي نواه كوكو تاعي، نواه كوكو درتو رحيتو، لازم يكون رقيق، يكون رطب، لازم ترحيه، تعاودي كامل ترحيه كيما راكو تشوفوا راني نرحي فيه في الروبو. هنا عندي 500 غرام تاع نواه كوكو رحيتهم وخليت شويه باش نرمد فيه الحلوه تاعنا. هنا عندي نسلي حليب المركز، هنا الكمية تاع النسلي يعني حتى تتحصلي على خليط تقدري او عجينة تقدري تتحكمي فيها. هنا نقعدو نزيدو في نسلي تاعنا في الحليب المركز تاعنا حتى نشوفو نواة كوكو تاعنا تليم ونقدرو نشكلوه كويرات. أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق، فجزيم الجنة يا باني، فجزيم أهنا نواه كوكو تاعي خلاص، منزيدلوش حليب المركز. أنا استخدمت هذه الكيسات، نستخدموا الكيسات يكونوا صغار، الكيسات هذوك تاع المشوك يكونوا صغار. هنا نشكل كويرات بهذا الحجم، حجم واحد من 30 من 25 حتى 30 غرام. نشكل كامل كويرات ونرمدهم في نواه كوكو هذاك اللي خليناه خشين، هذا اللي نحيته قبل ما نرحيه. ومن بعد ما نكمل كامل الكويرات تاعي نديروا لهم لهذوك الكويرات، نديروا لهم ثقب في الوسط كما راكم تشوفوا. نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة ونرجع معكم في طبق التقديم والتزيين الاخر الحلوة تاعنا. خليكم مع الفيديو. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي، جاءوا للحفل على شوق. هنا كملنا كامل الحلوة تاعنا بنفس الطريقة. بالنسبة للتزيين انا عندي شوكولاتة بيضاء، شوكولاتة بيضاء ذوبتها، درت لها شوية تاع الزيت وذوبتها، وراني نعمر هذوك الثقب اللي درناه. بالنسبة للتزيين اختياري، لا حبيتي ديري شوكولاتة سوداء، شوكولاتة سوداء، ولا ديري كونفيتور يعني، ولا كراميل، انتي واش حبيتي. بعد ما نكملو كامل الشوكولاتة تاعنا نعمروها بهذه الطريقة، نديروا عليها شويه نواه كوكو من الفوق، وهذا هو التزيين النهائي للحلوه تاعنا، حلوه بدون فران. نتمنى انها تنال اعجابكم وسهله التحضير بمقادير بسيطه. راكي درتي الحلوه تاع العيد، نقول لكم دمتم الاجمل والاروع، دمتم بخير، ونقول لكم عواشركم مبروكه، عيد سعيد، وكل عام وانتم بخير. نتمنى انكم تكونوا بالخير والصحة إن شاء الله، والفيديو هذا يلقاكم كامل في أتم الصحة والعافية. قلكم مع السلامة، دمتم الأجمل والأروع، دمتم في رعاية الله وحفظه عسولاتي. سلام، في فيديو آخر إن شاء الله.